وإذا النجوم أيوه وبعدين وإذا الكين لا شنو خلط قول الفياضي حجازي لحظة في تعقيب من الفياضي يقول لا تحسب عليك غيبة تحسب عليك غيبة انت شنو اللي ما عجبك يا الفياضي يا حجازي سلام على السيد قبل يد الشيخ قبل يد الشيخ سلموا لا قول الشمس والقمر والنجوم الثانية طبعا سكت عن الكواكب لأنه قدر الثانية في سؤال ولا هو كده مقطع بس في واحدة أو واحد فسرها هذه قال هذا مو شرط يعني تحصل قيام الساعة وإنما ما يسمى قيام الساعة فقال إذا النجوم انكدرت قال هذا في عصرنا ما ترى النجوم بسبب الإضاءة الصناعية لا المهم وإذا والنجوم والجبال شوف النظر بيرجع فين بعد ما نزل قبل ما ينزل على الأرض والجبال والشجر لأنه دون مستوى الجبال تدرج والدواب دون مستوى الشجر في دابة أعلى من شجر والدواب والكثير من كل فتى مسخر لكن هنا في حرية اختيار فقال له كثير من الناس وكثير حق عليه بعد لأن اختلفوا بدا ما في الإرادة بتاعته وكثير حق عليه بعد ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحان الله التدرج هذا يعني شوف مثلا قصة سيدنا يوسف طلع من عند أبي من حضن أبي إلى البيداء وبعدين نزل إلى الجب طلع من الجب إلى القصر وطلع من القصر إلى السجن وطلع من السجن إلى إيه؟ إلى الوزارة يبقى زي ما بيقول فشأناك انخفاض وارتفاع كذلك الشمس يبعد أن تسامى ويدنو الضوء منا والشعاع الجوهر فيه منه ما لا يمسك باليد زي ما الماء جوهر لطيف سيار لا لون له يتلون بلون الإناء أصل التلج برضو جوهر أصل التجمد التجمد عرض من الحجازي حجازي لا عشان معلومة حجازي معلومتك ناقصة يقول فياضي يقول أصل الثلج يقول الماء أصل الثلج الماء مو أصل السيالات أصل الماء لطيف سيال لا لون له يتحول من لطائف إلى كتائف أنت دلوقتي لما تجيب المية وتحطيها في كوب وحطيته في الفريزر تحول إلى إيه؟ إلى كتلة ثلج بس أصله ثلج وأصبح سائل ولا هو سائل أصبح ثلج؟ هو الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟ الشيخ رمضان أحمد رمضان يرى بأن أصله ثلج يعني أصله الأرض الأرض عندنا ماء وياس لا في والماء 70% وديك 30% هيشكل المجتمع الأرض ماء وياس طيب ربنا قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد الجبال ما الجبال ديك يا عندك ثلج المتجمد البرد ده دليل لي انا دي مش اتكلم خالد لا شيخ رمضان خليك مع خالد لا شيخ رمضان يقصد اللي ينزل من الجبال اصله ثلوج وبعدين ذابت مع حراره الشمس لا ده نزل من السماء مش من الجبال
وندر السماء من جبال فيها بس الوقت لما تلقوا هنا وبينزل علينا المطر مش احيانا بيبقى يعني قطع من التلج يسموه بردي يعني اللي بتقول عليه بردي كويس. وبعدين هنا ربنا سبحانه وتعالى قال يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. فيه بلاد ينتظم فيها المطر مسافات طويله. مرة كنت مسافر من القاهرة لإسكندرية المطر مطر وغزارة والمعري يقول ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا ولا هطلت علي ولا بأرض سحائب ليس تنتظم البلاد. كويس. لكن في أماكن ينزل فيها مطر خاصة قبل الكل. مرة والله مطرت في العمرية واللي بنعرف في الفرانية ومطرت في سقطان ومرة في الجامعة ومطرت في الصليبية. كويس. مش كل الأماكن بس هي الأشياء أصلها كما قال جوهر شيء شنو شيخ رمضان؟ الجوهر النامي هو كلية الخمسة معرفة الجوهر والنامي والنامي والذي يحس ينمو ويحس وينمو ويحس ويعقل ألا وهو الإنسان سمى النوع سمى الخاصية. النوع شنو الخاصية؟ النوع اللي هتحصدك زي مثلا الخاصية الضحك والنوع زي نوعية الإنسان والحيوان والنوعيات المخصصة لك حصان ودي في عالم الحيوان وكذا إلى آخره في عالم النبات شجرة التفاح شجرة شنو ردوا على داروين لما قال إن أصل الإنسان أصل واحد ردوا عليه العلماء الحيوانية بتسبق الذكر معانا الحيوانية بتسبق الإنسان لأن الحيوانات اتخلقت قبل آدم آدم جه تتميما دي طيب ليه؟ على تم الخلق الموضوع ده انت بدك معقول من زمان خلصنا التدريب ليش ما بيتكلم فيه ليش ما يناقشون الشيخ رمضان؟ داروين مات سنه والله ما اعرف فكانت المساله بيتكلموا فيها لان هو كان موجود مات في الفكره يعني ما عنده اتباع فيها فكره؟ لا طبعا لانه القرد ما بنى عمارة ولا أسس حضارة ولا شيء إزاي الإنسان أصله يرد عليه علماء يرد عليه بعملية الصخ الإنسان يسخط إلى أصله ما عملناش حاجة اليهود كذلك ما تحولوا قردة هم أدميين اتفاق المسخط ذي التناسل ولا لا يقول انقطعوا ها اي خلاص مات. وفي حديث بيقول في الصحيحين في ذات المسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فيها وما أراها إلا الفقر ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل فإنها لا تشرب وإذا قدم لها ألبان الغنم فإنها تشرب. ليش شنو أصلها يعني؟ لأنهم جماعة من اليهود يعني قلبوا في رأس ليش نقول ما في جنس سخ مسخ مش سخ مسخ مسخ ولا سخ لا مسخ 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 انت مش خير ده نص القرآن الكريم كون قردتا خالية لا مسخ ولا سخ المسخ المسخ أو الصخ الاثنين بمعنى واحد يعني الألفاظ دي كلها بتتاخد بحسب لغات العرب يقول لك لو مسخ القرد خلقا ثانيا كان دون قبح الجاحظ. ولذلك البنت راحت لبتاع الذهب وقالت له عايزك تعمل لي الخاتم صورة شيطان. قال لها بس انا ما شفتش الشيطان. قالت له حد يقول راحت للجاحظ قالت له تعال الرجل عايزك يتكلم. فراح فقال له فيه قال له والله يا طلبة صورة الشيطان وأنا قلت له ما شفتش الشيطان قبل والأوزاع قال الكلام ده أبو علاء قال هو الشيطان الجو قال هذا عرس لم أحضر لا الشعبي مش الأوزاعي الأوزاع عامر بن لا أتهى على البتاع دي عامر بن شراحيل الشعبي في آية
كان من الجن. تفسير آية كان من الجن ففسخ عن أمره. بس ما يقول لا يتكاثرون، شلون الفرات تتكاثر؟ لما مسخوا قلت ما يتكاثر. مش هم الجن بيتكاثر؟ الجن بيتكاثر ولا وتكاثروا بسرعة وعمرهم طويل. للحين ولا قبل؟ لحد دلوقتي. كم اعمارهم يعني كم تصل؟ واعمارهم تصل على 300 و900. ولذلك قالوا انزلت سمعنا كتابا انزل من بعد. بس يعني هل يتلبس بالجن وبالبشر ولا يقول لك؟ النبي امن بذلك. ان كان بك لمسا من الجان عالجناه. فما قالهمش ما يحصلش. مو يعني متلبس فيه. مس يعني. طيب من اللي قال كده؟ حول الخط اللي مش عرضوا عليه. أيوة. والنبي ما اعترضش. شنو عرضوا عليه؟ عرضوا عليك كنت عاوز فلوس نعطيه بيت نفسي من الجان، عاوز تتجوز نجوز. ايوه عشبه اللي قال له الكلام. النبي رد عليه قال له ما فيش حاجه اسمها لمس جين. لا النبي قال له يا افرط ابا الوليد؟ قال له نعم. قال له اسمع من ابن اخي ايه هو؟ قرا عليه سوره فصلت لحد ما وصل فين اعرضه فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأخذ بتلابيبه وبفيه وقال له أتبيد خضراء قومك بصاعقة عاد وثمود. إنما مش معنى كده أن النبي أقرب لما انتظر لما قرب الكلام. وهذا من الأدب أن الواحد يتكلم والباقي يسمع، مش أن كل واحد يتكلم. ولذلك عاتب في عبد الله عبد الله بن أبي مكتوم. ليه؟ لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع كفار قريش يدعوهم للإسلام، وده رجل اهتدى وعايز يزداد. هذا ليس إيجاب وإنما عالم إباح، ولحد الوقت الآن مستخدم لي اللي هو دلوقتي. يعني أنا جيت دلوقتي الأستاذ هو أستاذ محمد عند الوقت ممكن عاوز يقابل سعيد الغناء ويطرق احمد رمضان، ما فيش في ذلك امان. التقديم والتاخير الاصل في ذلك الاباحه وما زال حتى الان. امال عتب ليه؟ نعم عتب عليه عتاب اباح. هو مين ده؟ العتاب اللي عاتبه فيه عتاب اباح ليس دي ما يعد النبي مذنبه. احنا قلنا احنا دي طيب بقى طيب حد قال الكلام ده؟ طيب خلاص امال يبقى واحنا بنقول اباحه. ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا القرطبي يقول يعني انا مش قادر اقول العباره، يقول ابن ام مكتوم هو اللي اساء الادب لانه الواحد لما يبقى مشغول مع غيره ينتظر لما يخلص من الكلام مع الثاني. كويس؟ هو عرف لكن لكونه لم يرى فكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم منصرف عنه. كويس؟ فكان يقبل كل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له الثياب. السيدة عائشة تطعمه الأترج. استطولوا في المؤلفة قلوبهم مع ذكى الرسول عليه الصلاة والسلام عاطى للأعرابي ويقولون لعمر بن الخطاب يقول له أبو بكر عن يمينك يقول له أعلى أعلى أعلم أعلم في إن هو عاطى للأعراب للأول مع أبو بكر. فالاصل في الامور ده هذه كلها الامور الاباحيه وتعليم ردد الفرماوي بكل شده. يا عمي سبحان الله انت بتقول هو قال اني لا اعطي رجالا وغيره احب الي منهم عمرو بن تغلب. عمرو بن تغلب قال والله هذه الكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من حمر النعم ومما طلعت عليه. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، يعني اللي أحب إليه ما بديش وبدي الثاني لاجي يألف كله. ولذلك لما خد العباس بن مرداس قال إيه؟ أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك بيئة الرتاعة؟ يعني هو لولا هذا العطاء. ولذلك أعطى مين؟ أبو أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى سفيان بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري
واعطى الشيخ رمضان ده هو في التوزيع الاختياري كلهم مش مش التوزيع الايجابي مؤلفه قلوبهم. التوزيع دي الرسول عليه اختياري ممكن يعطي الناس ولا يعطيش لناس، اما الغنائم بتقسم بطريقتها الخاصه معطيه معاه للفارس والقتل. اما الخمس فالنبي يعطيه بمزاجه للي عاوز يديه. زين اوكي زين دكتوره بس اللي